السلام عليكم، معكم عمر وكابتن ومرات. اليوم معكم فيديو جديد يا جماعة. فاليوم يا جماعة عندنا حلقة نسويها كل 500 مشترك، وهي اسألني. فهم أول شيء عندنا أسئلة، ما أدري كم سؤال بالضبط، بس وايد أسئلة. فهم أوكي، عندنا في المنتدى كان عندنا أتوقع 19 سؤال. فهم يا خلينا نشوف في المنتدى شو الأسئلة اللي عندنا. فهم أول شيء عندنا من قارئ عبد الله يقول: ليش ما تصير ردة فعل على مباراة بصورتك ومباراة؟ لأن في كوبي رايت. يا جماعة أنا أقول هالشيء مليون مرة في البيت وما حد يسمع هالشيء. ومنو أفضل سؤال، من أفضل يوتيوبر عندك؟ كابتن المهارات أمس حاجة، يعني أنا ما أشوف إنه عندي يوتيوبر مفضل بالضبط. أوكي، فعندنا بس جي كينج، فهم أذكر اسمي القارئ عبد الله. أوكي، فهم بس جي كينج يقول: شو شعورك يوم وصلت 2000 مشترك؟ اوكي بنجاوب عليه. كنت اتوقع توصل هذا العدد في 2020. من افضل يوتيوب عندك؟ ليش ما تسوي ردة فعل على مباراة برشلونة ومدريد؟ واي فريق تلعب في اوروبا وليش؟ عقبال ما اليوم مشترك نزل في 2021 كاس اسيا. اوكي، خلينا نجاوب على اول سؤال، شو شعورك يوم وصلت 2000 مشترك؟ خلوني اقول لكم موقف. انا كنت يعني توني مخلص الدراسة، فأنا دائما لما اخلص الدراسة أسير أنزل للصالة عشان أتغدى. بس أما يعني خبر إن أنا وصلت 2000 مشترك، يعني أنا استمتع، أكيد كنت أضحك يعني حرفيا، لأن أنا سرت عند استوديو اليوتيوب شفت إنه مو بالضبط كان 2000، بس كان يعني شيء قريب من 2000، بس وخلوا يوتيوب 2000. يا وهل كنت تتوقع توصل هذا العدد في 2020؟ أنا ما أفقد الأمل في متابعين. أوكي، من أفضل يوتيوبر عندك؟ ما عندي يوتيوبر مفضل، أطلع يوتيوب واستمتع باللي فيهم. وإذا تبوني أسوي حلقة تقييم يوتيوبرز اكتبولي في الكومنتات. وليش ما تسوي ردة فعل عن مباراة برشلونة ومدريد؟ لأن كاختصار هالشي متعب يعتبر بالنسبة لي. واي فريق تشجع في اوروبا ليش؟ اشجع ريال مدريد وراثر وبايرن ميونخ. ما ادري ايش، بس بايرن ميونخ فريق ممتاز صح، انا اشجع من 2015. اوكي، الحين نروح لقناة السنة النبوي. يقول: شو تشجع في الدوري السعودي؟ انا نصراوي، انا ما اشجع حد في الدوري السعودي. من افضل لاعب في الدوري السعودي؟ ما ادري، بس ممكن اقول جوميز. من أفضل صانع في الدوري السعودي؟ جوفينكو. من أفضل مدافع في العالم في الدوري السعودي؟ مدافع في العالم راموس، بس في الدوري السعودي عظيم ما أدري. أوكي، فأنا ما طلع الدوري السعودي وايد يا جماعة، خلوني خايفكم معكم صحيح شوي. عموري حمد الله، اثنيناتهم في مراكز مختلفة ما أقدر أقول. جوميز وعلي مبهوت، جوميز خلفان مبارك ومارتينيز النصر. مارتينيز النصر. اوكي، شكرا. اوكي، عفوا. شو هدف لسنة 2020؟ شو هدفك لسنة 2021؟ وهل كنت متوقع راح توصل الى 2000 مشترك قبل نهاية العام؟ توقع توصل. انا ما افقد الامل في متابعيني. هدفي لسنة 2021 قلنا لكم 4000 مشترك قبل نهاية السنة. محمد سعود يقول: انت من اي منطقة وتعال خوفكان؟ انت تحيي ريال مدريد او برشلونة؟ ريال مدريد احيي، ما بقلك من اي منطقة، بس ليش تقلي اي خوفكان؟ عمكم الحين كورونا، يعني بعد كورونا ان شاء الله بسير خوفكان. اوكي، طبعا بسير خوفكان عشان سبب ثاني مو عشان ريال مدريد. اوكي، فريقك الثاني بعد شباب الاهلي الاماراتي؟ من فكري الهلالي. متابعك من اليمن. اول شيء على راسي كل متابعيني من اليمن. فريقي الثاني لو انتم تعتبرون خليجيا، ما اشجع اي حد ثاني غير شباب الاهلي. اوكي،
ماي تي في يقول شو شجعك تفتح انك تفتح قناة في اليوتيوب؟ الشغلة اوكي. سيف يقول كم وزنك صار فيديو وانت واقف على الميزان؟ ويدي ويدي سيف كل انك تتمسخر. اوكي بوشوري يقول وين ساكن في دبي؟ في مكان ما. اوكي فوكستر يقول هل يمكن تعديل جودة المايك؟ ما ادري الحين ما اسجل بصوت المايك اسجل بصوت الكاميرا. اوكي المرعب العينة يقول متى ولدت في تاريخ كم؟ 14 ابريل. شنو هوايتك المفضلة؟ نلعب كورة وسوي وين؟ العب الفيديو فيديو جيمز. اوكي يلا عندنا واحد يقول من تفضل ليوناردو ولا ايجور؟ ما اقدر اقول لك الحين ايجور اكيد. كلاتو يقول من تفضل بالدوري الانجليزي؟ ليفربول. مو ليفربول بس ما شد احد في الدوري الانجليزي يا جماعه. ممكن يعني شوي ولفرهامبتون. ولفرهامبتون فريق اذا ما تعرفون ممكن شعاركه بحط له هني اللي عنده اداء متراوي. فاهم اوكي تحب العين كمدينه هي بس كفريق ممكن بس كسكان لا. اوكي فعندنا اخر اسئله من عمر البلوشي. ميسي ولا رونالدو؟ رونالدو. زيدان ولا رونالدينهو؟ ما شفتهم بس بقول زيدان. مارادونا ولا بيلي؟ بيلي. مبابي ولا سانشو؟ مبابي. ليوناردو دي سوزا ولا ليما؟ لو كان يقصد ليما الوصل بقول ليما الوصل. هل تحصل صفقة الوادة جيدة؟ نعم. وهل خروج لبنان صحيح؟ بعد نعم. اوكي فحاليا خلينا نروح للأسئلة اللي يتني من الفيديوهات. اوكي دخلنا على الفيديوهات حاليا. 7 7 7 7 7 3 6 7 يقول ليش ما تحط اعلانات في الفيديو؟ اذا ما تحط عشان مو بواصل 4000 مشاهدة ساعات مشاهدة. كم باقي لك على 4000 ساعات مشاهدة او 4000 ساعة؟ انا يبتح حرفيا يعني في فيديوهات في القناة فيهم اعلانات. اوكي عندنا سؤال من علي يقول كم عمرك؟ 15. وش اسمك؟ عمر. من وين بالضبط في الامارات؟ دبي. افضل لاعب بالعالم بالنسبة لك؟ حاليا ليفاندوفسكي. اوكي حاليا ليفاندوفسكي بس بنتري كريستيان. بس خلصت اذكر اسمي علي من السعودية. اوكي انت من اي منطقة في الامارات؟ دبي. انت دبي؟ ايه انا كنت ما قلت وين في دبي، انت قلت في وين في الامارات فانا قلت لك دبي. اوكي اول شيء مبروك 2000 مشترك. ثاني شيء وش تشجع في اوروبا؟ انا اشجع ريال مدريد وبايرن ميونخ. اوكي حميد جيمر يقول كم كلفك السيت اب وعادي تصوره من وين؟ السيت اب خليني اقول لكم ممكن ما كلفني وايد يعني ممكن على الاكثر على انا قلت على الاكثر 5000 درهم. اوكي راشد البلوشي يقول من تتوقع راح يفوز دوري ابطال اوروبا سنة 2020-2021؟ ريال مدريد او مانشستر سيتي. اوكي عبد الله الوصلاوي يقول ليش ما تصور فلوقات؟ ممكن تصور نزل كرة قدم. انا ما اصور فلوقات بكثر بسبب الكورونا، واصاب بسبب الكورونا يعني ما صرت اطلع وايد صراحة. اوكي شوكولاته يقول من مين تفضل، احمد خليل ولا عموري؟ احمد خليل. يوسف المازوقي يقول عطنا توقعاتك من بياخذ بطولات دورينا؟ 3 بطولات. منو تتوقع او وتوقع اول 5 مراكز في الدوري منو؟
بينزل فيديو عن هالشيء انه يتوقع منو بيكون منو الفائز بالدوري لين الهابطي. انا بقول لك حاليا عن منو اللي بيفوز بكاس ريس الدولة وكاس الخليج العربي. كاس ريس الدولة اتوقع انه يفوز فيه الشاذة النصر، و كاس الخليج العربي ممكن يفوز فيه الوسط ان شاء الله. ليش قلت ان شاء الله؟ What the hell؟ اوكي اوكي عمري، شو السبب اللي خلاك تفتح قناة في اليوتيوب الشهرة؟ ليش حميد يرد يقول ليش ما تسوي سلسلة فورتنايت بث مباشر؟ طبعا يسوي بث مباشر فورتنايت اوكي، يمكن كريزي فيتي يقول يمكن يوم من الايام تحيي نادي شباب الاهلي. لحد الحين لا، لحد الحين لا، انا ما افكر اني اشجع اي فريق في غير شباب الاهلي. عبد الله الفلاسي يقول هل تتوقع الوصل يجيب بطولة هالسنة؟ طبعا انا عارف هذا واحد من مدرستنا، ايه هو صديق جدا مقرب لي من زمان شفت صراحة. اوكي ما اتوقع. لا مو مني ما اتوقع، يعني على الاكثر انا اشوف ان الوصل البارحة لعب مباراة جيدة، بس على الاكثر الوصل بيبون كاس الخليج العربي. اوكي حميد جيمر وين يقول ها وات اوكي عادي تلعب مع متابعينك فورتنايت. اوكي سويت هالسلسلة من قبل بس ما كفي عليه وايد اقبال. هل تتابع كل راشد البلوش يقول هل تتابع كل مباريات شباب الاهلي؟ مبهي ومبلع. اوكي راشد يريد يقول يقول كورنادو فابيو ليما يقول راشد يقول مرة ثالثة افضل بلد بالنسبة لك غير الامارات. انا بقول لك تقريبا اثنين، المانيا والسعودية، او ممكن المانيا. المانيا افضل مدينة اقدر اسافر عليها، افضل مدينة ابغى اسافر عليها هي ميونخ، بس المدينة اللي أحلى مسيرها مدريد. أوكي حميد يقول ليش ما تتحداني فورتنايت 1v1 لأني نوب. حمد راشد يقول ليش ما تنزل وايد ليش تلعب هاوي في لعبة فيفا أو بيس. خلوني أقولكم أن سالفة التنزيل القليل مو بسببي أنا، يعني أنا كنت واحد عم بتشوق، يعني كل يوم يبغى يسوي فيديو، كل يوم عنده الحماس، عنده الجرأة، بس الحين أنا ما صار عندي وقت حتى إني ألعب بلاي ستيشن، أو إني أسوي فيديوهات، أو إني أشتغل، يعني صراحة، هذا شو اسمه؟ يعني هذا شيء يعني واحد الله يهدي. قتل هذا الشيء فيني، يعني اني انا ابغى اسوي فيديوهات كل يوم. ليش تلعب هاوي في لعبة فيفا وبيس؟ الحين ما العب هاوي، بيس العب عادي، وفي فيفا العب على مستوى محترف. اوكي عالم الكرتون يقول كم عمرك وكم عندك اخت؟ اخ واخت، عمري 15، اربع اخوان وحدين. اوكي ثلاثة اخوان بدوني. اوكي زايد محمد يقول من الملك ساج ولا شباب الاهلي؟ معروف الملك يعني شباب الاهلي. اوكي لا يعني صح، خليني اقول لكم شيء، انا ممكن اتذكر هالسؤال يعني في بداية السنة وانا قلت الشاج عادي. الإنسان قاعدة تتغير، الإنسان يتغير عادي جماعة. مو بني أنا متناقض، بس الإنسان يتغير. أوكي راشد يقول بالنسبة لك أي فريق هو أقوى فريق في آسيا؟ الهلال. هل لعبت أو تلعب في أي أكاديمية كرة قدم؟ هالسؤال حلو، هالسؤال جميل
بس انا ما لعبت في اي اكاديميه، لعبت في فنادي وقفت وافكر فاني ارجع، بس بسبب الكورونا ممكن لا. بس انا اصلا يعني انا من زمان بلعب كوره، ليش ادخل نادي على طول وانا مو من سبع شهور مو بلعب كوره؟ اوكي، فكر الهلالي يقول لعب تتمنى في شباب الاهلي. لاعب اتمنى في شباب الاهلي صراحة نبى اي مهاجم في التاريخ، اي مهاجم موجود، اي مهاجم، لان نبى حد يساعد احمد خليل الكوت. اوكي، ف زايد يرد يقول ليش انت ما تشجع الشاجة؟ مو بساكن في الشاجة ولا عندي ناس يسكنون في الشاجة، ليش اشجع الشاجة؟ بلاه ناس انا ما حضرت مباراة حق الشاجة ولا حتى في آسيا. من وين؟ من الإمارات، دبي. في أي مدرسة أنت؟ ما بقول لك. محمد اليوسف يقول أي لاعب تحب في الشباب الأهلي؟ أحمد خليل. شو تحب، فيفا ولا بيس؟ اثنيناتهم. ليش ما تلعب بيس موبايل؟ اختصار ما با. وأفضل لاعب عندك كريستيانو رونالدو. أنت صف كم؟ عاش صف أول، صف سابع، يعني صف سابع خلاص أنا صف سابع. أوكي عمري 15 بس صف سابع، بس بوايد سنين أنا. أوكي، مين تتوقع راح يفوز بالدوري الاسباني؟ او خلينا نقول خلاص خلاص ما تتمسخر يا عمر انا صف عاشر. اوكي، مين تتوقع راح يفوز بالدوري الاسباني؟ ريال مدريد. مين تتوقع راح يفوز بالدوري الانجليزي؟ مانشستر سيتي. تتوقع راح يفوز بالدوري الايطالي؟ اليوفي. من تتوقع يفوز بالدوري الاماراتي؟ شباب الاهلي. ومن تتوقع يفوز بالدوري السعودي؟ الهلال. قول اسم امه تاسود. قال يعني هالأسئلة، يعني هالسؤال حرفيا اغرب من بعض الاسئلة اللي جتني وانا مشيتها لكم، مثل كم عمرك؟ يعني ابا عارف، خلوني اقولك شيء. تدرون ان كل مرة اسوي فيها حلقة اسألني حرفيا كل مرة يسديني سؤال واحد على الأقل يقولي كم عمري؟ ليش؟ يعني ليش؟ هل أنا يعني بالنسبة لكم وايد صغير؟ هل أنا بالنسبة لكم يعني شو؟ ليش وايد أسئلة تقول كم عمري؟ السؤال موجود في لمحة القناة أني أنا كاتب أني أنا عمري 15. اوكي، اعتبرني البس تيشيرت مكتوب عليه اني انا عمري 15. خلاص. اوكي، انا وصلت الفيديو، طبعا اسم امي ام عمر، فانا وصلت الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا، لا تنسوا لايك سبسكرايب والجرس. كان معكم عمر، مع السلامه.